وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من برنامج جوشان، مستشاركم العقاري على رؤية. في حلقة اليوم رح نتابع مشروع ريف عمان لشركة دارات العقارية، فيلا المميزة بتشطيبات عالية المستوى لشركة حماد والسردي، جولة على مشاريع سكنية فخمة لشركة الفنيون للإسكان. وفضيف جوشان معنا اليوم أحمد المناصير، المدير العام لشركة المناصير للباطون الجاهز، المهندسة مي شحادة، وأهم وآخر النصائح المتعلقة في عالم التصميم الداخلي في فقرة مهندس جوشان، آخر وأهم الأسعار في فقرة بورصة العقار. وهلأ رح نبدأ حلقتنا بمشروع ريف عمان مع المستشار العقاري نادر العلان. أهلا وسهلا فيكم من مشروع ريف عمان المملوك لشركة دارات العقارية. هالشركة قامت بتطوير 300 دونم لمجتمع مصور محمي بالكامل، 51 مزرعة مخصصة للاستجمام وقضاء أحلى الإجازات، أقل من نصف ساعة من دوار سويلح بإطلالة خلابة على جبال جرش وعجلون المزروعة بأشجار البلوط. تتراوح المساحات ما بين 4 إلى 6 دونم، كما بتوفر خيارين للبيع، يا إما قطعة الأرض مع منزل ريفي بمساحات مختلفة وتشطيبات عالية المستوى، أو يمكن شراء قطعة الأرض لوحدها. تتراوح الأسعار ما بين 130 ألف دينار ل 200 ألف دينار. تفاصيل أكثر وصور أكثر عن مشروع ريف عمان زوروا موقعنا كوشان.com. شركة دارات العقارية استثمرت 2 مليون دينار في البنية التحتية لتأمين شبكات المياه وخطوط الكهرباء، بالإضافة إلى الشوارع المعبدة داخل المشروع. المنازل الريفية بمساحاتها المختلفة 150، 200 و300 متر مربع. تميز المشروع بتوفير شركة أمن وحماية على مدار الساعة
وخدمات أخرى مثل النظافة وتنسيق الحدائق. وهلأ رح ننتقل معاكم لنشوف فيلا المميزة بتشطيبات عالية المستوى لشركة حماد والسردي. خلونا نشوف مع بعض. أجمل مناطق السكن الخاص في منطقة خلدة شركة حماد والسردي المختصة ببناء الفلل المميزة بتقدم لنا مشروع فلل جميلة جدا. ثلاث فلل فقط متبقية بمساحة بناء 750 متر مربع على أرض 550 متر مربع. الفلل معفية من رسوم التسجيل وتصميم معماري مميز وإطلالة ولا أحلى على مدينة عمان. صور أكثر وتفاصيل أكثر عن فلل خلدة زوروا موقعنا كوشان.com. وزي ما عم تشوفوا هلأ هاي واحدة من الفيلا السابقة لشركة حماد والسردي لنورجيكم مستوى التشطيب العالي. فعلاً التشطيبات لفيلل حماد والسردي عالية المستوى. رخام الصالونات تركية وسيراميك الفيلل كاملة إسبانية، التدفئة تحت البلاط ومقطع خاص من الألمنيوم بالإضافة لأبواب الأمان، أدوات الصحية ألمانية الصنع، كل الفيلل مع بركة سباحة ومصعد داخلي وبئر ماء 80 متر مربع. رجعنا لكم من بعد الفاصل وهلأ رح نروح نتعرف على مشاريع سكنية فخمة لشركة الفنيون للإسكان. خلونا نشوف مع بعض. وهلأ راح نكون معكم في جولة لشركة الفنيون للإسكان بمشاريعهم المختلفة في منطقة الكرسي ومنطقة الرونق. أنا حالياً موجود قدام مشروعهم في منطقة الرونق، شقق للبيع بتشطيبات عالية المستوى، مساحة كل شقة 210 متر. تفاصيل أكثر وصور أكثر عن شركة الفنيون للإسكان ومشاريعهم بتشوفوها على موقعنا كوشان.com.
وصلنا معكم هلأ لفقرة ضيف جوشان. خلونا نتابع مع بعض هاللقاء مع السيد أحمد المناصير، مدير عام شركة المناصير للباطون الجاهز. نبدأ يومنا معا. متطلعين إلى مستقبل أفضل. نبني متمسكين بحضارتنا وقيمنا. أهلا وسهلا فيكم معنا بفقرة ضيف جوشان. ضيف جوشان لليوم رح يكون السيد أحمد المناصير، المدير العام لشركة المناصير للبطون الجاهز. يسعد مساك سيد أحمد. أهلا وسهلا. أهلين ست. أهلا وسهلا فيك. بالبداية اسمح لي أشكركم كمجموعة المناصير لدعمكم إلنا في برنامج جوشان. شكرا لك. أهلا وسهلا كمان مرة سيد أحمد. ياريت لو تحكي لنا في البداية عن دور شركة المناصير للبطون الجاهز في القطاع العقاري، خصوصا أنه هالشركة هي من الشركات الريادية ومن أول الشركات الموجودة في هذا القطاع، عمرها حوالي 15 سنة. والله يا ستي إحنا السوق الأردني بموضوع العقارات بيحتاج سنويا ل 5 مليون متر مكعب من الباطون. كانت حصتنا من الخمسة مليون مليون ونص تقريبا، 30% يعني. من حجم السوق الأردني. يعني بتخيل كانت بالنسبة لنا سنة كويسة يعني، الحمد لله. سيد أحمد ياريت لو تحكي لنا عن مراحل تطور الشركة من يوم نشأتها وخلالها الخمستعشر سنة. إحنا الباطون الجاهز تأسست سنة 2001 بفرع واحد. الحمد لله اليوم في أكثر من 10 أفرع مغطيين تقريبا محافظات المملكة بطاقة إنتاجية عالية الحمد لله. كادرنا كان بسيط جدا في البداية، اليوم بفضل الله يعني كادر المجموعة بشكل كامل تقريبا 6000 موظف، مغطيين على 16 شركة. سيد أحمد، من مساهمتكم في سوق العمل الأردني وفرص العمل بتقدموها للمواطن الأردني، خلينا نحكي عن الخدمة المجتمعية اللي بتقدمها مجموعة المناصير في الأردن. والله ستي إحنا بتعليمات رئيس مجلس الإدارة المهندس زياد المناصير تم افتتاح جمعية المهندس زياد المناصير ب1/1 وتفعلت ب1/1/2015 لمساعدة الفقراء والمحتاجين وتغطية الحالات الدراسية الصعبة اللي ما بيقدروا يأمنوها ورعاية الأيتام بشكل خاص. يعني في تنسيق بين الجمعية وبين جهات أخرى في البلد؟ هلأ احنا طبيعي بننسق مع وزارة التنمية الاجتماعية، ولكن الحالات الفردية بندرسها حالة حالة بالجمعية وبتقدم فيها شروط، واللي بتنطبق عليها هاي الشروط هو اللي بحصل على الدعم والرعاية. يعني في أولوية في الجمعية التعليم هو أولى مثلا من رعاية يتيم، ولا كيف الأولويات عندكم؟ بنفس الدرجة هم تقريبا يعني. نعم هذا بالنسبة لموضوع الجمعية، بس نحن كمان شفنا دوركم من قبل بكتير، من 1/1/2015 وتمثل في العواصف الثلجية. يعني شفنا كل آليات تاعتكم سخرتوها للبلد. الحمد لله. والله كانت هي برضو بتعليمات المهندس زياد، الكادر المجموعة كامل وآلياتها كاملة كانت بخدمة الوطن والمواطن، والحمد لله أنه مرت الظروف الصعبة بكل أريحية. الحمد لله. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. هلا نرجع لموضوع شركة المناصير للبطون الجاهز ونحكي عن فرص العمل اللي بتوفرها كل سنة هالشركة، وللتخصصات إيش التخصصات اللي مطلوبة. إحنا كان في اتفاقية بيننا وبين الجامعة الأردنية ونقابة المهندسين تحديداً، كل سنة بناخد عدد من المهندسين بتدربوا عنا بالشركة وبنختار من الخمسة المميزين فيهم، هذول خلص بنختارهم وبيكونوا على كادرنا يعني بعد التخرج. نعم. طيب بالنهاية يعني حابة أسألك عن رأيك ونظرتك لسوق العقار في الأردن. يعني حضرتكم أنتم من أهم المستثمرين في البلد، فشو نظرتكم لسوق العقار والقطاع العقاري بشكل عام في المملكة؟ أولا أنا بحب أهنيكم على برنامج جوشان صراحة، لأنه ممتاز
ومميز جدا. الله يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. إحنا بالنسبة لنا الأردن هي واحة الأمن، بتشجع الاستثمار، وحجم السوق والعقارات دائما بارتفاع، فهو مؤشر كثير كويس للاستثمار وخصوصا في مجال العقارات. نعم، يعني نظرتك تفاؤلية لهالسنة إن شاء الله. طبعاً إن شاء الله. بالنهاية كل الشكر لك سيد أحمد المناصير، مدير العام لشركة المناصير للبطون الجاهز، على هذا اللقاء يعني الشيق والممتع. شكراً كثير. الله يخليكي. تسلمي ستي. شكراً. ولهون بنكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة ضيف قوشان. تابعونا بعد الفاصل، خلونا نشوف شو في عنا فقرات. المهندسة مي شحادة في فقرة مهندس قوشان، وآخر وأهم النصائح المتعلقة بعالم التصميم الداخلي. رجعنا لكم من بعد الفاصل، وهلأ رح نروح لنتعرف على آخر وأهم الأخبار المتعلقة بعالم التصميم الداخلي مع المهندسة مي شحادة بفقرة مهندس قوشان. معنا اليوم المهندسة مي شحادة لتحكي لنا أكثر عن التصميم الداخلي وعن المشروع اللي احنا موجودين فيه هلأ. مرحبا ست مي. أهلا. شو رأيك تحكي لنا أكثر عن طبيعة شغلك بالتصميم الداخلي، وشو بتحتاجي بالعادة بأي مشروع؟ ورح نحكي أكثر عن المشروع اللي احنا فيه. بالعادة نحن مثلاً المشاريع اللي بناخدها بتكون مثلاً في إشياء بنستلمها من مراحل العظم، مراحل التأسيس البدائية، وفي بعض المشاريع زي هذا الموقع استلمناه كان أوريدي فيه بعض الأمور راكبة، بس طبعاً رجعنا عدنا دراستها زي موضوع التكييف واللايتينج. طبعاً بهذا الموقع هون اشتغلنا بالجبصين، بالأسقف، اشتغلنا بأعمال المنجور. هلأ بكل طابق أعطينا، جربنا نعطي هوية مختلفة، يعني مش كل المشروع أعطينا نفس الكالر سكيم، نفس الخطوط. تمام، وإحنا هلأ رح تخدينا بجولة تورجينا باقي الديكورات. أكيد، تفضل. هلأ رح أفرجيكم صور كيف كان وضع الورشة قبل، وكيف ليتر اون عملنا البروبوزل تبع الثري دي، وكيف هلأ صار على الواقع، وليتر اون رح نشوفه بعد الفرنتشر والشاندليرز ما يركبوا، يكون البرادي كمان موجودين بالموقع، حتى نشوف الصورة النهائية للورشة كيف رح تصير. بهاي المنطقة كان في لنتل موجود تقريبا نزوله شي متر، شلته لحتى أقدر أعطي هاي الاستمرارية بالسقف وتكمل على الفاير بليس، وتعطي سبيس أكثر للناس اللي قاعدين بالصالون ما يحسوا حالهم محصورين بأريا. بمنطقة الصالونات شوي استخدمنا أعمال المنجور، رحنا على الألوان الغامقة لأنه الإنارة الطبيعية وضعها أفضل من الطابق الأخير. طبعاً إذا بتلاحظوا كل الجروبينج تقريباً موجودة بالسقف، جربنا أن نتبعها مع الخشب لحتى نعطي الاستمرارية بالخطوط. وهلأ وصلنا معاكم لآخر فقرة بالبرنامج، وهي فقرة بورصة العقار. خلونا نروح مع بعض ونتعرف على آخر وأهم الأسعار للأراضي والشقق السكنية. أهلا وسهلا فيكم في فقرة بورصة العقار اللي بتطلعكم على أسعار الأراضي السكنية والتجارية وأسعار أمتار الشقق في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة. وكمان بهاي الفقرة بنستعرض مع المشاهدين أبرز وأهم أسعار المواد الأولية اللي داخلة بقطاع الإنشاءات، وهي أسعار الحديد والإسمنت. وكمان اليوم رح نعرض لكم أرقام وإحصائيات صادرة عن قسم الدراسات في دائرة الأراضي والمساحة لأول 3 شهور من هالسنة. نعم صحيح، وبنبدأ جولتنا اليوم في منطقة دابوق. سعر متر الأراضي السكنية في دابوق بتراوح ما بين 600 إلى 1000 دينار للمتر المربع الواحد، أما سعر متر الأراضي التجارية فبتراوح ما بين 1400 إلى 2000 دينار للمتر المربع الواحد، وسعر أمتار الشقق السكنية بتراوح ما بين 800 إلى 1200 دينار للمتر المربع الواحد. ومن منطقة دابوق بننتقل معاكم لمنطقة طلاع العلي. خلينا نستعرض الأسعار مع بعض. سعر متر الأراضي السكنية في طلاع العلي بتراوح ما بين 450 ل 700 دينار للمتر المربع الواحد، الأراضي التجارية بتراوح ما بين 900 ل 1200 دينار للمتر المربع الواحد، وأخيرا سعر متر الشقق بتراوح ما بين 650 ل 850 دينار للمتر المربع الواحد. ومننتقل معكم إلى منطقة الدوار السابع، وتحديدا إلى حوض أم السماق الجنوبي.
سعر متر الأراضي السكنية في أم سماق الجنوبي بتراوح ما بين 600 إلى 800 دينار للمتر المربع الواحد، سعر متر الأراضي التجارية بتراوح ما بين 1300 إلى 1700 دينار للمتر المربع الواحد، وسعر متر الشقاق بتراوح ما بين 800 إلى 950 دينار للمتر المربع الواحد. ومن الدوار السابع بنروح معاكم لشارع المدينة المنورة. سعر متر الأراضي السكنية في شارع المدينة المنورة بتراوح ما بين 650 ل 900 دينار للمتر المربع الواحد. الأراضي التجارية بتتراوح أسعارها ما بين 1800 ل 2100 دينار للمتر المربع الواحد، وسعر متر الشقق بتراوح ما بين 850 ل 1000 دينار للمتر المربع الواحد. وهلا راح نستعرض معكم بعض الأرقام والدراسات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة للربع الأول في عام 2015، حيث بلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال الربع الأول إلى 22238 معاملة توزعت على 8963 معاملة في العاصمة عمان و13275 معاملة لباقي المحافظات. كما توزعت معاملة البيع في محافظة العاصمة على 5228 معاملة للشقق، 3735 معاملة للأراضي، أما في المحافظات 2900 معاملة للشقق و15370 معاملة للأراضي. ومن أسعار الأراضي والشقق وأهم وآخر الأرقام والإحصائيات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة رح نروح لنتعرف على آخر أسعار المواد الأولية اللي داخلة في قطاع الإنشاءات، ومن أهمها أسعار الحديد والإسمنت اللي حافظت على مستوياتها للأسبوع الثالث على التوالي. خلونا نشوفها مع بعض. ومن أسعار المواد الأولية الحديد والإسمنت بنكون وصلنا لنهاية فقراتنا لليوم. تابعونا في الأسبوع القادم في برنامجكم العقاري برنامج جوشان. إلى اللقاء.